انطلاق منطقة الشباب العربي الأفريقي بأسوان في مارس المقبل تحت رعاية الرئيس السيسي. اليوم تواصل اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بمشاركة الوزير المصري. واشنطن تدعو لتحرك دولي بعد كشف إيران عن صاروخ باليستي جديد. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تنطلق فعالية ملتقى الشباب العربي الأفريقي في مدينة أسوان في الفترة من 18 حتى 20 من مارس المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويأتي الملتقى تنفيذا لتوصية منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في شهر نوفمبر الماضي بشرم الشيخ. وستركز أجندة الملتقى على القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019. كما تتنوع أشكال الحوار في الملتقى بين جلسات وورش العمل وطاولات مستديرة. كما يضم الملتقى العديد من فعاليات الثقافية والترفيهية والجولة السياحية في مدينة أسوان احتفالا بكونها عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019. يواصل وزراء الخارجية الأفارقة اليوم اجتماعات المجلس التنفيذي التمهيدي لأعمال القمة 32 والمنعقدة في أديس أبابا، والتي بدأت أمس بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. وأعلنت وزارة الخارجية أن شكري قد شارك في عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي، وأبرزها تقرير حول الوضع الإنساني في القارة وإقرار عدد من الوثائق القانونية التي سبق إقرارها من قبل اللجان النوعية بالاتحاد، والتي تهدف إلى دعم العمل الأفريقي المشترك بجانب مناقشة تقرير حول نشاط مفوضية الاتحاد الأفريقي. أعلنت الأمم المتحدة التوصل لتسوية أولية لبدء إعادة الانتشار في مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن الحكومة اليمنية والحوثيين وافقوا على تسوية بعد محادثات جرت لأربعة أيام على متن سفينة قرب الحديدة بإشراف بعثة المراقبين التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المدينة منذ ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء محادثات جديدة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق. تخطط الولايات المتحدة لسحب قواتها بالكامل من سوريا بنهاية شهر إبريل المقبل. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها إنه إذا لم يغير البيت الأبيض مساره فسيسحب الجيش الأمريكي جزءا كبيرا من قواته المتواجدة في سوريا بحلول منتصف مارس وبشكل كامل بنهاية إبريل. وكان البيت الأبيض قد أعلن أن القوات الأمريكية أنجزت مهمتها في القضاء على تنظيم داعش في سوريا. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تراقب عن كثب التقارير حول كشف إيران عن صاروخ باليستي أرض يصل مداه إلى 1000 كيلومتر. وأكد المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو إن الولايات المتحدة تواصل دعوتها للمجتمع الدولي من أجل إنهاء أنشطة إيران التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. ونشرت وكالة أنباء إيرانية صورا لمصنع صواريخ تحت الأرض، وقالت إن الصاروخ الجديد يحمل رأسا حربيا يزن 450 كيلوغراما. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري اكسترا نيوز.تي في. دمتم في أمان الله، سالمين.